بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة في البايو، البايو انرجيتكس والثيرموداينامكس. أول حاجة، هي المحاضرة بسيطة بس كلامها كثير، يعني لخصت النقاط الرئيسية في هذه الصفحة. أول شيء حناخذ أنواع التفاعلات الكيميائية في الخلية، بعدين الثيرموداينامكس والقوانين حقتها، بعدين الفري انرجي والعمليات اللي عليها التلقائية وغير سبونتانيوس ونون سبونتانيوس وكذا. آخر شيء التفاعلات اللي تعتمد على الفري انرجي، فقد دخلت الطاقة أو خرجت، اللي هي اكسرجونيك واندرجونيك. طيب نبدأ بأنواع التفاعلات في الخلية. أول سلايدة وأسهل سلايدة، يعني أول شيء هذه التفاعلات الخمسة هي اللي تحدث، أو الجنرال تايبس، يعني هي مو بس هي هذه، في تفاعلات ثانية بس هذا الجنرال، يعني الأساسية أو العامة يعني بشكل عام. أول شيء الأكسيديشن ريدكشن، هذا اللي بنتكلم عنه مرة كثير. الكليفج رياكشن اللي هو كسر الروابط، حدد لك بين الكربون والكربون. ليش ما حدد كربون وكربون؟ لأنه أساسا كل يعني العمليات اللي في الخلية او كل يعني المركبات اللي تحتاج تنفك زي بروتين وكربوهيدرات وليبيدز، كلها مكونه من كربون، يعني اساسها اللي هو الكربون، تمام؟ فليه نحتاج نفكها عشان تنكسر المركبات؟ اللي هي نكسر الرابطه اللي بين الكربون. ليش استفدنا لو كسرنا مثلا رابطه الهيدروجين؟ ما حينكسر شيء. ثالث شيء الري انرجمنت رياكشنز، وطبعا كل تفاعل له انزيمات خاصه فيه، زي هذا مثلا عنده الايزوميريز وزي كذا. رابع شيء الترانسفر اللي هو عمليات النقل، وعنده كاينيز ترانزامينيز. الكونتنسيشن رياكشن هذا اللي عكس الكليفج، يعني بناء، بدل ما يفكفك المركب يعني يبني المركب، يسوي لي تكثف، يجيب المركبين ينزع منهم مويه، يسوي لها اليمينيشن للواتر ويركبوا يصيروا مركب واحد، تمام؟ ندخل في الريدكشن او الاكسيديشن ريدكشن، او يختصروها في ريدكس. هذا التفاعل مره مهم وحيجينا في كل المحاضرات اللي بعد كده. اول حاجه بتكلم عن الريديوست، الاكسيدايزد، الريديوسينج ايجنت والاكسيدايزنج ايجنت. الفرق بينهم مره سهله. الريديوست هو العامل المختزل اللي راح يكتسب، الاكسيدايزد اللي راح يفقد، على طول عكسه. طيب الريديوسينج ايجنت هذا، بما انه مكتوب ايجنت هنا، يعني عامل مساعد، يعني حيساعد اللي يبغى يصير له اختزال فانه يختزل، تمام؟ عشان كده سميناه reducing agents. وبما انه هو اللي بيختزله فحيكون عكسه، راح يكون هو حصير له اكسده، فاهمين؟ فهذا reducing اكتسب، تمام؟ فبالتالي هذا راح يفقد، لانه هو اللي ساعده في انه يكسب. يعني مثلا هذا كان عنده ذره هيدروجين، تمام؟ وهو reducing agents، يعني هو اللي لازم يتبرع يسوي donates، فهو راح يعطي الريديوست الهيدروجين حقته، تمام؟ فبالتالي هذا حيكون عكس الريديوست. بالنسبة للأكسيدايزنج ايجنت، الأكسيدايزنج ايجنت عامل مساعد للأكسدة، يعني يساعد في المركب اللي يبغى يتأكسد، يساعده في انه يتأكسد. فايش يسوي؟ من مركب المؤكسد يخسر الالكترونات اللي عنده، مين اللي يستقبلها؟ اللي يستقبلها الأكسيدايزنج ايجنت، تمام؟ طيب وقال لك انه اكثر كلمه مهمه هنا، انه هو كابل رياكشن، يعني زوج من التفاعلات، يعني الريديوسينج او الريدكشن ما يصير بدون الاكسيديشن، لازم يصير الاثنين مع بعض. حط التفاعل هنا مره مهم. التفاعل هذا بين اللاكتيت والبايروفيت، طبعا بما انه اللاكتيت هو السبستريت فسمينا الانزيم اللي استعملناه على اسمه. وصح الاكسيديشن ريدكشن عندهم ثلاثة سب كلاسز للانزيمات الخاصة فيها، تذكرونها ريدكتيز، اوكسيديز، والديهيدروجينيز. فاللي استعملناه هنا هو الديهيدروجينيز، لانه احنا نبغى ننزع هيدروجين من اللاكتيت. فايش اللي نسوي؟ يقول لك انه التفاعلات هذه ممكن تنزع الهيدروجين وكمان تنزع معها الالكترون حق الهيدروجين، ممكن، يعني مو هو دائما. may involve the transfer of الهيدروجين rather than بالاضافه الى الفري الكترونز، تمام؟ الحين اقول لكم الفرق بينها، بس خلينا اول حاجه نشوف التفاعل هنا، خلينا نقرب كذا، تمام. اول حاجه اللاكتيت عندها الهيدروجينات، فهو يبغى يفقدها، فعشان يفقدها جاء الانزيم وجاب عامل مساعد يساعدها في الفقد. طيب مين اللي ممكن يساعد في الفقد؟ يعني عشان الهيدروجينات هذه ما تروح بعيد، نقوم نحطها في عامل مساعد. من هو؟ حيكون اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو الناد. الناد هو اللي راح يستقبل الهيدروجينات من اللاكتيت عشان اللاكتيت تتاكسد، فهذا حنسميه عامل مؤكسد. مره لازم نعرف كيف نسمي المؤكسد والمختزل، تمام؟ الناد صار اسمه ناد اتش. طيب الناد اتش هذا، خلينا من الناد اتش نشوف البايروفيت. البايروفيت اللي هو الناتج، الناتج طبعا ما في له هيدروجين، لانه الهيدروجين انشال او فقد. فهذا المركب بما انه كابل رياكشن، لو مثلا نبغى نرجعه بهذا الشكل ايش حنعتبره؟ حنعتبره مختزل، لانه عشان يرجع لللاكتيت لازم نضيف له الهيدروجينات، تمام؟
فبالتالي راح يصير reduced لأنه دخل لها الهيدروجينات. ومين اللي حيساعده في إني يضيف لها الهيدروجينات؟ الناد إتش، لأنه هو الناد إتش عنده هيدروجين، فهو حيساعد البايروفيت. فإيش اللي حنسمي الناد إتش؟ لأنه هو اللي يتبرع، هو اللي يسوي دونيت بالهيدروجينات حقتها للشيء اللي يبغى يختزل، نسميه عامل مختزل. تمام؟ إذن اللاكتات حيكون هو المؤكسد والبايروفيت حيكون هو المختزل. ولو جاب لي أي تفاعلات ثانية مثلا بايروفيت لمثلا أسيتايل كو أي، لازم نعرف نحدد هذا إيش يعتبر. لو إذا تفتكر، إذا ذكرت الجلايكوليسيس قبل، البايروفيت عشان يتحول لأسيتايل كو أي حيمر بتفاعلات في عملية الأكسيديتيف فوسفوريليشن. حنسمي الإنزيم الخاص فيه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. تمام؟ لأنه مكون من إنزيمات وكوإنزيمات كثيرة، فالبايروفيت ديهايدروجينيز حيعمل لنزع من البايروفيت الهيدروجينات حقته ويسوي لي مركب اسمه أسيتايل كو أي. تمام؟ فاللي لازم نعرف إنه حتى لو اختلفت الأسامي حقت هذا، لازم نشوف مين اللي انسحبت منه وفقد الهيدروجين ومين اللي اكتسب وزي كذا. طيب نيجي نشوف هنا إيش قصده بالآيون حق الهيدروجين هذا والفري إلكترونز. أول حاجة أنتوا تعرفون إن الهيدروجين أول عنصر في الجدول الدوري، وعنده البروتون واحد، البروتون موجب، وعنده في النواة في المسار اللي حول النواة إلكترون واحد وإلكترون سالب. تمام؟ فموجب واحد واحد موجب واحد سالب معطيني يعني ذرة متعادلة. تمام؟ فلو أنا مثلا سويت تفاعل أكسدة، وفي الأكسدة هذه سحبت بس الفري إلكترون، فإيش بقي لي في المركب؟ بقي لي مركب موجب، لأنه بقيت لي شحن الموجب اللي جوا سحبنا منها الإلكترون. فهذا يعني اللي يقصدون فيه بالهيدروجين والفري إلكترون زي كذا. ممكن إحنا بس نبغى الهيدروجين ما نبغى الفري إلكترون، فحنسحب الفري إلكترون، يبغى حنسحب المركب كله ويبقى لي الإلكترون الوحدة موباين. المهم هو زي كذا قصده في الهيدروجين والفري إلكترون. المهم مين اللي يساعدني دائما في عملية نقل الهيدروجين وحمل الهيدروجين؟ الناد والفات، هذول الكو إنزيمز هم الوحيدين المسؤولين عن الوظيفة هذه، هم أكثر اثنين مشهورين يعني. طيب الحين احنا خلصنا انواع التفاعلات، ندخل للشيء الثاني اللي هو الثيرموداينامك، الاربع سلايدات الثانيه. هذه السلايدات تفسر لنا اول حاجه الحراره الانرجي، بعدين نتكلم عن الثيرموداينامك. طيب يقول لك ان الانرجي تنقسم لنوعين، اما كاينتيك او بوتنشال. طاقه الحركه هذه لها امثله، ضربنا عليها الهيت واللايت. مثال الحراره اللي هو الحركه العشوائيه للجزيئات، اكثر شيء سببه اللي هو الحراره. لو مثلا دائما نحط الحراره زي فاكتورز لعوامل معينه مثلا اللي تسرع التفاعل اللي زي كذا، لانه لو زدنا درجه الحراره حتصير الحركه هنا مره كبيره. الشيء الثاني اللي هو اللايت، هذا دائما يجي من السن او الشمس. اضرب عليها مثال لما يعطي طاقه للفوتوسينثيسيس او عمليه البناء الضوئي ونمو النبات وهذه الاشياء. طيب النوع الثاني اللي هو البوتنشال، هذا الانرجي اوف بوزيشن. لها نوعين برضو، الاستراكشر يعني تركيب الشيء، واللوكيشن المكان. طيب نيجي للوكيشن نشوفه اول، ضربوا عليها المثال حقها الايرث جرافيشنال. تمام؟ زي لو كان عندي موية خلف السد، water behind the dam، أو object on the hill. لو كان الجسم هنا فوق تلة وهو يعني حيكون unstable يعني ما هو مستقر، فحتكون طاقة الوضع حقته مرة عالية لين يطيح. لو طاح حتصير طاقة الوضع عنده صفر في هذه النقطة. طيب نشوف الستركشر، هذا يكون chemical energy، طاقة كيميائية تكون غالبا بين الروابط. سببها انه عدم الاستقرار هذا اللي بين الروابط، وهي تبقى يعني الطاقه تتحرك بين الاتومز وزي كذا الذرات الين تستقر، تبحث عن الاستقرار، فتضطر انها تخرج مرات برا المركب كله عشان تسوي شغل. تمام؟ فمين اللي سببها؟ الارنجمنت، ترتيب الذرات، يعني ترتيب النواه وحولها الالكترونات كيف، سالبه موجبه وزي كذا، هذا هو اللي سبب لي الطاقه العاليه في التركيب حق المواد. طيب نجي للشيء الثاني اللي هو قوانين حقت الثيرموداينامكس، قوانين الطاقة. له قانونين، بس قبل ما ندخل في القوانين خلينا نفسر بعض المصطلحات المهمة. عندنا شيء اسمه سيستم وسراوندينج ويونيفرس، لازم نعرف الفروق بينهم الثلاثة عشان نحدد مين الفري انرجي ومين الانتروبي واي قانون يعني يتكلم عن كل واحد فيهم. اول حاجة اعتبر انه هذا القلم هو النظام حقنا. تمام؟ وكل شيء حوله، المحيط اللي حوله هو سراوندينج. الاثنين مع بعض، السيستم النظام زائد السراوندينج المحيط، يساوي لليونيفرس اللي هو الكون اللي حولهم، يعني الاثنين مع بعض هما كل شيء.
فبيقول لك في القانون الأول إن الطاقة لا تفنى ولا تتحول من شكل لآخر، دائما الطاقة تتحول طول حياتها وهي تتحول، لأنها تبحث عن الاستقرار على طول، كل ما دخلت مركب خرجت منه وزي كذا إلين ما تستقر، وهي ما راح تستقر يعني تبغى للأبد تتحول عشان يعني تستمر الحياة يعني. فبيقول لك إنه في اليونيفيرس هذا الطاقة ما تنتج طاقة جديدة، وبرضه ما تخلص عن الطاقة، بس تتحول من هنا تخرج لهنا تدخل هنا وزي كذا. فهذا هو اللي بيتكلم عنه في القانون الأول. القانون الثاني يقول لك every energy transfer or transformation increases this disorder واللي هو entropy of the universe. إيش معنى هذا الكلام؟ كل عملية فيها تحول للطاقة أو انتقال للطاقة من مركب لمركب ثاني لازم يطلع لي شيء اسمه entropy. entropy هو الطاقة المفقودة، تمام؟ وهذا الانتروبي العلماء يعني او الناس يعني مسمينها حاجه اللي هو تايمز الرو اللي هو سهم الزمن. حلوه هذا العباره، بيقول لك انه هو ذا الانتروبي للابد يزيد يعني عمره ما قل بس في اليونيفرس. لاحظوا يعني لو انا بتكلم عن عن السيستم بشكل خاص، لا ممكن الانتروبي حقته تقل، تقل الطاقة المفقودة ويصير كل اللي جوته مثلا فري انرجي او اي حاجة. فلو بتكلم عن النظام الوحدة، لا الكلام يشمل النظام زائد السراوندينج اللي حوله، يعني كل اليونيفرس دائما دائما الطاقة او الانتروبي اللي هي الطاقة المفقودة تزيد، لانه بين كل تحول وتحول في الويست انرجي، ودائما غالبا يعني مو دائما هذا الويست انرجي تكون على شكل حرارة. يعني لو أنا بحول من طاقة كيميائية مثلا زي طاقة البنزين أعطونا عليها مثال، أبحولها لطاقة حركة أبستعملها في حركة السيارة، 75% من الطاقة هذه اللي المفروض تحرك للسيارة تروح وتصير waste energy على شكل حرارة، ويعني تفقد في اليونيفرس في السراوندينج. يعني النظام ما استفاد غير من 25% من الطاقة اللي هي في الموشن في الحركة. فالانتروبي دائما يزيد لأنه دائما الطاقة تتحول من شكل لآخر، ما دام الطاقة دائما تتحول في الانتروبي دائما يزيد بس في اليونيفرس. لو خرجت من السيستم، لو خرجت من السيستم حتروح للسراوندينج، لو دخلت من السراوندينج للسيستم، يعني الكلام كله يطبق على اليونيفرس. لو انا بتكلم عن واحد من النوعين هذول لا حيكون غلط. طيب هذا بالنسبة للطاقة المفقودة وزي كذا. طيب الشيء الثاني انه اللي هو التعريف او الرموز اللي حاطين اللي هي التوتال انرجي، رمز اللي هي بالحرف الاتش او انثالبي، يقول لك هي مكونة من جزئين، اما فري انرجي او انتروبي. الانتروبي هذا طبعا هو الويست او الانرجي اللي غير قادر على يعني بذل شغل، unable to أو unavailable يعني to do work. بينما الفري انرجي هي اللي احنا نعيش عليها، we live at the expense of free energy، احنا اللي بنستعملها في حاجات كثيرة. وحط لك هنا بعد امثلة خلينا نشوفها، حط لك نستعملها في النمو في الحماية، كيف قصد على الحيوانات يعني الأورغانيزم الأعضاء يعني الأعضاء إيش يسمونها الكائنات الحية يعني بشكل عام، تستعملها في النمو كيف تكبر تصلح الجروح حقتها وأشياء زي كذا، وكل شيء تقريبا يعني في الأكل وهذا. فهذا مين هي بالضبط؟ هي الفري إنرجي، هي اللي available to do work اللي نقدر نستعملها في الشغل. أما ونرمزها بالجي للعالم اللي يعني اكتشفها أظن اسمه جيمس أو شيء زي كذا. أما الانتروبي اللي هي can't perform work نرمز لها بحرف الاس، تمام؟ في معلومة كمان حلوة، بيقول لك إنه الانتروبي غالبا تكون على شكل حرارة، تمام؟ خلينا نوريكم هي خلينا نقراها. energy can be transformed، تمام؟ but part of it dispersed as heat، جزء منها يخرج على شكل حرارة، هذا نعرفه، which is largely unavailable to do work، وأغلبها ما تقدر تسوي حرارة، تمام؟ قال لك إنها unavailable to do work. بعدين جاي بتكلم، قال لك الهيت إنرجي اللي هي الطاقة الحرارية can perform work if، لاحظوا if، يعني هي الطاقة الحرارية دائما هي اللي تكون مفقودة غالبا، الطاقة اللي تفقد تكون على شكل حرارة، لكن في حالات الحرارة هذه تقدر تسوي شغل. مو قال لك ان الطاقة المفقودة ما تقدر تسوي شغل، في حالات تقدر تسوي شغل، متى؟ لما يكون في heat guardians. الguardians هذه يعني فرق الجهد او فرق هذا، اخذناها كثير في الفيسيولوجي وفي هذه الاشياء، مثلا concentration gradient، النواة الخلية برا هنا في high concentration جوا لو ما ادري ايش زي كذا. فعندنا هنا كمان في guardians بين الحرارة، مثلا كان انا عندي جسمين، جسم حار وجسم بارد، هنا في انتقال الحرارة وهذه الحرارة غير مفقودة، لا حرارة يعني قاعدة تسوي شغل، فاهمين؟ ف
فمتى الحرارة تقدر تسوي شغل؟ لما يكون في هيت جارديان، في فرق الحرارة، يعني في جسم ساخن وجسم بارد جنب بعض، او مو شرط جسم، ممكن السراوندينج والسيستم. يعني كاتب لي resulting in heat flow، تدفق الحرارة from the warmer الساخن الى الابرد الى الكولر. فهمتوا؟ هذا بيتكلم لك عمين عن الحرارة بشكل عام. طب كده عرفنا المصطلحات، شفنا الاشياء اللي نبغاها. خلينا نرجع للسكند لو ونقرأ. عرفنا الحين ان الحرارة تنتقل من جزء من مكان لاخر وتزيد للانتروبي اللي هي الحرارة المفقودة في اليونيفيرس. وعرفنا حاجة ثانية انه دائما الافيشنسي اللي هي الكفاءة ما تكون 100%. ليش؟ لانه دائما في حرارة مفقودة. ايش هو قصده في الكفاءة؟ كفاءة الانتقال حق الحرارة، يعني تنتقل من جسم لجسم بشكل كامل، كل الحرارة هنا تروح او الانرجيا الطاقة هنا تروح للجسم الثاني. لا، ما نقدر نخليها كلها تروح، لازم يكون في شيء مفقود، عشان كذا ما حتكون مساوية 100%. طيب الحين عندنا عبارة ثانية يقول لي therefore، عشان كذا all processes lose energy، كل العمليات تخسر لي انرجي. هذا اوكي نعرفه. typically as heat، زي الحرارة. بعدين جاب لي معلومة ثانية، قال لي and are not reversible unless the system is open. ايش قصده هنا؟ انه الانتقال هذا ما يقدر يكون عكسي، not reversible irreversible، الا في حالة انه سيستم يكون مفتوح. طيب حلو، عندنا مصطلحات جديدة، سيستم مفتوح ومغلق. طب خلينا نشوف الفرق بينهم. عندنا هذا السيستم مفتوح، ومثال عليه الانيمالز او احنا السامنة تعتبر open system، ومثال الثاني هو الكلوز، يكون isolated يعني معزول. تمام؟ ايش ليش جابوا سيرتهم هنا؟ لانه لو احنا مثلا عندي افترض ان هذا مثلا قدر، تمام، وانا شغلت عليه النار والقدر مقفل من فوق، النار هذه يعني بتدخل فيه حرارة، يعني بتدخل فيه طاقة، حتسبب لي حركة الجزيئات اللي هنا، صح؟ طيب الطاقة الحرارية هذه حتكون irreversible not reverse، يعني ما حتقدر تخرج من الجسيم مثلا الجسم ذا وتسوي يعني تكمل في مكان ثاني. الحرارة اللي هنا حتبقى مكانها، فهذا لأنه هذا الجسم معزول، عشان كذا الانتقال الحرارة نعتبره irreversible أو not reversible. طيب لكن لو كان الجسم open، يعني زي أجسام أنا مثلا، الـ open system لو أنا عرضته لحرارة أو سويت لنقل الطاقة بأي طريقة، حتدخل للطاقة وبعدين حتخرج على شكل ثاني. مثلا أعطاني مثال الأكل، خلينا نشوف لكم المثال هذا، ما أدري فينه. أيوة هنا قال لك taking complex high energy molecule as food، الأكل مثلا خبز يعتبر molecule high energy. تمام؟ ليش؟ لأنه هو جسيم كبير. طيب مو جسيم كبير يعني، بس أقصد مركب كبير، وبين الروابط حقته والجزيئات في طاقة عالية، فنعتبره هاي انرجي. تمام؟ حندخله للسيستم حقنا اللي هو جسم الإنسان، حندخله للسيستم، وطبعا الطاقة هذه ما راح تقعد هنا للأبد، لازم تخرج على شكل، أنا ببذل جهد وكذا. فلو مثلا لو بس تنفست حتخرج لي من هذه الطاقة، فلما تجي تخرج لي على شكل simpler، كاتب لي simpler low energy، على شكل إيش؟ CO2 كربون دايوكسيد و H2O وهيت كمان. يعني لما تجي تخرج ما حتخرج لي الأكل زي ما هو، لا، حخرجها بشكل جسيمات بس مصغرة الطاقة، لأنه CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون عبارة عن كربونة واحدة وهيدروجين الأكسجينتين، فهذا بالله مركب كبير ومليان طاقة، لا، يعتبر low energy. فهو هذا اللي يقصده، انه الـ open system لما يدخل جوة حرارة يخرجها ويسوي لها يعني transfer وزي كذا، ويعتبر يعني الانتقال هنا عكسي reversible. تمام؟ المهم عشان كذا the lost energy is resupplied from the environment. ايش قصدهم؟ ترجع تدخل من المكان المحيط، يعني الانفايرمنت اللي هو اليونيفيرس يعني. المهم العبارة الثالثة اللي هنا قال لي conversion to heat is the ultimate fate of the chemical energy، يعني الطاقة الكيميائية اللي قلنا انها تكون بين المركبات وكذا، مصيرها في الاخير انها تتحول لطاقة حرارية، لانه حتى جلست تتفكك، وزي ما شفتوا لما احنا اكلنا اكل جسيمات كبيره، فالخير رجعت تفكك لثلاث حاجات، CO2 H2O وكمان هيت. شايفين كاتب لي هيت؟ فالحراره هذه هي المصير النهائي لكل الكيميكال انرجي. طيب نجي نشوف اخر سلايد وايش تقول.
هذا سلايد قاعد يتكلم عن الانتروبي وعن الكلام اللي انا قلته يعني، بس خلينا نقراه بالانجليزي. اول حاجه الانتروبي هو الكوانتيتيف ميشر اوف ديسوردر. ايش يعني ديسوردر؟ ديسوردر يعني الفوضى. بس ايش علاقه الفوضى بالموضوع حقنا؟ افترضوا انا عندي مركب كبير، طيب وفيه جزيئات وقلنا مليان طاقه، طبعا نفس المثال كل مره قاعده اضرب. المهم الطاقه هذه اذا كانت كثيره يعني لو خرجت برا حتسوي لي ورك، صح؟ حتسوي، حتبذل شغل. فبما انه الطاقه كثيره حنسميها فري انرجي، اوكي؟ فكونها كذا كثيره ومرتبه يعني الفوضى حقتها اقل، صح؟ لانه المركبات لو تشوفون كيف الذرات مرتبه جنب بعض وزي كذا، فالفوضى هنا اقل، فبالتالي الانتروبي اقل. الانتروبي دائما عكس الفري انرجي، لما الفري انرجي يكون عالي الانتروبي يكون قليل. طيب بعطيكم مثال ثاني، لو انا عندي مكعب حديد مثلا او اي شيء وعندي مويه، طيب مين من المركبين هذولي الانتروبي حقهم عالي؟ حتكون المويه، لانه جزيئاتها متباعده والفوضى في الجزيء الراندومنس، شوفوا الراندومنس يعني العشوائيه، حتكون اكثر، يعني المركبات بعيده عن بعض وزي كذا وما حتحافظ اساسا على الطاقه اللي جوتها، فممكن الطاقه حقتها تخرج فتصير فري انرجي. فري انرجي تصير يعني الانتروبي عندها عالي. لو انا سخنت المويه على طول حتدخل جوتها حراره، بعدين حتخرج لبرا في مكان ثاني، لكن يعني الانتروبي حقها حيكون عالي. لكن في المركب هذا الحديد مثلا، قلنا مكعب حديد، الجزيئات مره مرتبه ومره جنب بعض، فالانتروبي حيكون قليل، الفوضى هنا حتكون قليله، ما حتكون زي المويه. فبالتالي لو انا سخنت مثلا او سويت شيء حيكون صعب مره انه المويه او انه الحراره تخرج منه، يعني صعب انه الانتروبي يكون يعني كثير. فهذا بس مثال عن كيف تقدرون تفهمون الفرق بين الانتروبي وبين الفري انرجي، هما دائما عكس بعض. مو قلنا انه اساسا التوتال انرجي عباره عن انتروبي وفري انرجي، فهذا يزيد هذا ينقص زي كذا. طيب الكلوزد والاوبن سيستم برضه تكلمنا عنهم. الكلوزد اللي هو يكون ايزوليتد، معزول من السراوندينج، من المحيط. الاوبن سيستم يكون الانرجي كان ترانسفيرد بتوين ذا سيستم اند سراوندينج، الطاقه تقدر تنتقل من المحيط لجوه النظام وكذا وتخرج، يعني زي كاسه المويه اللي هنا. طيب هذه النقطه برضو مره مهمه، يقول لك الانتروبي اوف ا سيستم ماي ديكريز. مو احنا قلنا الانتروبي يعتبر سهم الزمن ومره دائما دائما يزيد، لكن ليش انا كتب ديكريز؟ لانه قاعد يتكلم عن السيستم، عن النظام، مو عن اليونيفرس اللي هو النظام زائد المحيط. لانه لو قل في النظام عالي حيروح للمحيط، ففي اليونيفرس حيكون عالي، لكن في النظام الوحده حيكون قليل، فممكن يقل في السيستم. بات ذا انتروبي اوف the system plus its surrounding، يعني الاثنين مع بعض، must always increase، تمام، دائما يزيد. وال highly ordered living organisms do not violate the second law، يعني ما تخترق يعني القانون الثاني، because they are open system. ايش قصده ال highly ordered living organism؟ living organism هي الكائنات الحية، هذه الكائنات ما تخترق القانون هذا لانه هي open system، احنا نظام مفتوح، مثال عن animals يعني على هذا الشيء. المهم هذه هي الجزئية بس، بقي لنا تقريبا ثلاث سلايدات ثانية من هذا الشكل، الاربع سلايدات في الصفحة الوحدة، حشرحها في فيديو ثاني ان شاء الله، وكله متعلق ببعض، بس كنت اشرحها عشان يكون الوقت قليل، يعني بس باقي لنا الفري انرجي والسبونتانوس بروسيس، وكمان انواع التفاعلات هذه اللي هي اكسيرجونيك واندرجونيك، ان شاء الله في الفيديو الثاني.